في الجنوب الشرقي للجزائر تدعمت عروس الزيبان بسكرة بصرح طبي جديد قدمته السعودية هبة لمرضى القصور الكلوي، من بينهم عبد المجيد ومحمد اللذان ينشطان في جمعية تهتم بشؤون المرضى ومتطلباتهم. احنا كجمعية ومرضى القصور الكلوي لولاية بسكرة نقدم الشكر لكل من ساهم من قريب وبعيد على هذا المشروع لتصفية الدم سواء من المملكة السعودية ولا من الجزائر. بالأطقم اللي عندنا شبه طبية والطبية اللي راه ممكن نقدروا نفتحوا به ويمشي ونخفوا العبء على جميع المرضى. المركز المشيد على مساحة فاقت 6000 متر مربع يضم 40 سريرا و80 جهاز تصفية وقاعتي عمليات جراحية مجهزة وأسرة للعناية المركزة، بالإضافة إلى أقسام أخرى بمعدات حديثة ستدعم مستشفيات المدينة للتكفل الأمثل بالمرضى. بالرغم من احتواء ولاية بسكرة على مركزين لتصفية الدم خاص وواحد تابع للدولة، نعاني من التشبع. دخول هذا المركز الخدمة سيخفف على أعباء الأطباء وبالتالي سيعود إيجابيا على المرضى. هذه الخطوة نرجو أن تكون انطلاقة حقيقية للتعاون الطبي والصيدلاني كذلك بين المملكة العربية السعودية وبين الجزائر، هاتان دولتان ستوفران على إمكانيات هائلة بشرية وعلمية أيضا. فضلا عن الخدمات المنتظر أن يقدمها للمنظومة الصحية بالولاية، يشكل المركز الصحي قبلة للشباب خريجي الجامعات الجزائرية. هذا المركز الاستشفائي بقدر ما يفيد المرضى في الولاية أو حتى في جهة الجنوب، بقدر ما هو أيضا تكون لنا فرص عمل بالنسبة للشباب. هذا الصرح الطبي الكبير يمثل عربون المحبة بين الشعبين السعودي والجزائري منذ مش محبة جديدة، يعني منذ قرون يعني نقدر نقوله، ونتمنى أنها تعم. بعد أسبوع من تسليم سفير السعودية المستشفى للجزائر رسميا، تسابق السلطات الزمن لإنهاء الإجراءات الإدارية تحسبا لوضعه قريبا قيد الاستغلال. بدخوله حيز الخدمة يحوز هذا الصرح الطبي على لقب أكبر مركز استشفائي متخصص في أمراض الكلى في البلاد، ويفتح آفاقا أوسع تعكس مدى امتداد العلاقات القوية التي تربط السعودية بالجزائر. عبد القادر خربوش، العربية، من مدينة بسكرة جنوب شرقي الجزائر.